السلام عليكم ومساء الخير ومساء النور ومساء السرور. هذه المره ما صبحتش عليكم صباح الخير. المهم جبت لكم اليوم الفيديو من العشيه، غادي تدوزوا معي واحد النهار او واحد العشيه زوينه بزاف. ولكن اول حاجه غادي نرجعوا لهذا الصوت لهذا المنظر وهذا الاحساس اللي خرج لكم من هذه اللقطات اللي صورت لكم، اللي هي تبارك الله ما شاء الله. رغم اننا في قلب الصيف وفي عز الصيف والحراره والاجواء جميله، الا وكيف ما كنقول لكم دائما كندا كتمتاز انه رغم الصيف كتصب عندنا الشتاء، وبعض المرات كيكون نيت ملي كنقول لكم الشتاء راه الشتاء ديال بصح، لدرجه ان اول حاجه تسولوا فيا بزاف البنات وصفتوا لي الفيديوهات اللي وصلوهم، وكنظن راه حتى نتوما غادي تكون وصلتكم الاخبار، واللي هما الفيضانات اللي وقعوا هنايا في موريال ولي ريجيون كاملين. للاسف الناس بزاف ضروا، بزاف سولوا فيا قالوا لي انت صار واش امورك مزيانه، دارك طوموبيلتك كلشي مزيان. الحمد لله كنحمد ربي وكنشكرو انه ما زعما انا شخصيا ما وصلني والو، مي غالبيه الناس اللي ضروا هما اللي ساكنين زعما عندهم لاكاف اللي عندهم يعني الغيت شوسي او البيسمنت وهذا، وحتى بزاف غرقوا لهم طوموبيلاتهم. لانه تخيلوا معايا غادي تصدمكم، نورمالمون الا سمعتوا 20 ملم 30 ملم الشتاء كتقولوا واو القوادس غادي تفرقوا ما حتى شي يوقع. تخيلوا في نهار واحد شحال طاحت 135 ملم، تخيلوا معايا الرقم في نهار واحد، يعني من الليل بدات من الليل ما سالات حتى الليل تاع الغد، يعني الليل 24 ساعه فيضات الدعوات، الطرقان تسدو. كما قلت لكم للاسف بقى فيا الحال الناس بزاف ضروا، كاين اللي زعما حيت ماشي غير مساله انا دخلت لهم الشال ديورهم، انما بحال اللي تفرقعوا لهم القوادس من الحمامات، يعني بدا كيدخل لهم داك الشيء من تحت تاع الحمامات، مشاو لهم فراز زعما هكاك. علاش اللي دايرين لاسيورونس بعدا راه لاسيورونس غادي تكلف، مي اللي ما دايرينش لاسيورونس مساكن يعني غادي تكون عندهم خساره كبيره، يعني دخل هذا حتى المولات حتى اللوطيلات، راه ما نقولش لكم واحد الخسائر. مي كاين شي مناطق ماشي ضروا، كاين اللي عاوتاني تقطع لهم الضو داكشي. المهم الله يعوض الجميع، الناس اللي متبعيني حتى نتوما في هاد لي ريجيون طمنوني عليكم، ان شاء الله تكون اموركم كلها بخير وعلى خير. المهم غادي نرجعوا دابا هاد اليوم الجميل. بعدا قولوا لي حق نسيت اهم حاجه، مولفه نطلع عليكم شوميز سوربات اليوم اختي، طليت عليكم هاد الجلابه وشحال فرحانه بها، واللي هي اكيد جلابه ديال شانيل غنيه عن تعريف. هذا الموديل هذا اللي كان من الموديلات الاولين اللي دخلت لكم فاش بديت المشروع ديال انتصار بوتيك، وتبارك الله كان من ذاك الوقت ليومين هذا كان دائما على اقبال، وكاع اللي شراتها شافتها عندها صاحبتها ولا اختها ولا امها كتقول لها عافاك ملي خديتي هاد الجلابه، ان الجلابه ما كديموضاش، شوفوا تبارك الله كيفاش دايره كتحمق. المهم بعد غادي نشارك معكم شي حويجات زوينين، واليوم يا اختي عاوتاني غادي لواحد العراضه رائعه رغم الشتا ما كتشدناش. المهم اليوم غير الانتصار بس الجلابه ويطرح على الحماس والنشاط والوصفات. المهم غادي نشارك معكم ان شاء الله واحد الوصفات اللي مزيانين بزاف للصحه ديالكم، وكنظن دائما راه كيكونوا عندنا اعشاب وحبوب في الدار وللاسف ما كنعرفوش كيفاش نستعملوهم او كيمشيو من بالنا كيفاش نقدروا ندخلوهم في الروتين اليومي ديالنا، وكيرجعوا بمنافع كثيره على الصحه. الى عقلتوا ديك النهار هضرت لكم على الزنجلان او السمسم ومنافع ديالو كثيره، اللي صراحه انا تفاجات فاش قريت عليه، وبغيت نشكركم كاملين وحده بوحده على الوصفات اللي عطيتوني بالزنجلان شنو نقدروا نديروا منها. اليوم غادي نطبق من زعما نطبق هذوك بعض المعلومات اللي عطيتوني، وحتى البنات باش يستافدوا. كما قلت لكم هذيك النهار الزنجلان يعني غير جوج معلقات كبار في النهار كيعاونوا انه ينظموا يعني تنظيم ضغط الدم، الكوليسترول كيحمي من امراض الكوليسترول، كيقوي القلب والشرايين، عنده عاوتاني حتى انه مضادات الاكسده اللي كثيره فيه، انه كيعاون انه يمنع او يحارب انواع السرطانات في الجسم، يعني كيقوي المناعه. تبارك الله ما شاء الله هاد الحبات الصغيورين الفائده ديالهم شحال كثيره. اليوم هذيك النهار البنات قلت لكم عطوني وصفات اشنو نقدروا نديروا، بزاف قالوا لي تقدري تاخدي تمر او الشريحه بلاص ما تشربي الزنجلان هكاك بوحدو مع الماء، قالوا لي تقدري بحال مثلا تاخدي الشريحه كنحيدوا لها هذا الراس هذا ديالها كنحلوها وكتعمريها بمعلقه ديال الزنجلان او حتى هاد الحبوب الخطيره واللي هي زريعه الكتان او بذور الكتان، حتى هي فوائدها ما تخيلوش شحال كثيره. قالوا لي كتقدري تعمريها هي او تقدري تاخدي حتى التمر تحليه تغسليه تمسحيه وتحيدي النواه ديالو وتعمري بلاصتها الزنجلان. المهم هادو بجوج افكار بارطاجو معايا البنات، وقالوا لي عاوتاني الوصفه ديال انني نخلطو مع العسل، العسل الحره وتولي تدهني به الخبز. كيف قالوا لي تقدري تولي ترشيه على البيض، يعني الا كنت عزيز عليك الاومليت
تقدري ترشي عليه زنجلان. المهم عطاوني صراحه افكار كثيره، ولكن الفكره الخطيره اللي كانت وصلتني واللي هي ديال واحد ثلاثي رائع، واللي هما زبده الكتان، زنجلان او السمسم، وبذور الشيا. المهم بذور الشيا اللي هي غنيه عن التعريف، واللي هي هذه. المهم هاد الثلاثي هذا قالوا لي غادي تاخذي مثلا كميه بحال بحال، مثلا تاخذي زلافه 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 من كل حبوب من هادو هاد الثلاثي، وغادي تاخذي بواطه غادي تدوزي تاخذي يعني كلها غادي تخلطيها هنايا وتولي تاكليها مع يوغورت. يعني تاخذي مثلا يوغورت صغير قد هكا وتولي تاخذي مثلا معلقه. المهم انا غادي نشارك معكم الوصفه. عندي هنايا مثلا كما قلت لكم زريت الكتان، تاخذوا بواطه من الاحسن الا عندكم بواطه الزاج صافي، وغادي ديريهم ثلاثه صافي. غادي نسدوا البواطه ديالنا ونحركوا هادشي مزيان. المهم الا عندكم بحال هاد الافكار، يعني كما كنقول انا مثلا غادي يقدروا يتفرجوا في فيديو ديالي ناس كثيره، الوغ المنفعه او المعلومه غادي تنتشر اكثر. الا عندكم نتوما افكار بحال هادو شاركوا معايا، يعني الا عندكم شي روتين يعني صحي كتبعوا شي وصفه هكا سهله وفي متناول اللي يقدروا البنات يديروها شاركوا معايا. المهم ها نتوما بحال دابا هنايا هذه اول مره صراحه غادي نسمع بها وعجبتني، تحمست للفكره. قالوا لي صافي هكا ملي تخلطي ناخذ اليوغورت ديالي صافي، مثلا تقدري ديريها في الصباح في الليل وقت ما كجاك الجوع وبغيتي تاخذي شي حاجه صحيه غادي تاخذي اليوغورت وغادي ديري معاه القياس مثلا ديال معلقه كبيره صافي بحال هكا، وغادي تاكلوها بالصحه والراحه. تقدروا تزيدوا عليها الزبيب، تقدروا تزيدوا عليها التمر، خصوصا الا كان اليوغورت اللي غادي تستعملوا مسوس يعني بدون سكر غادي تقدروا تاكلوها، وكنظن غادي تكون رائعه. بلاتي اختي نذوق، بسم الله جا صراحه زوينه بزاف كما قلت لكم، خصوصا تقدروا ديروا الاضافه ديال حتى المكسرات بحال تقدروا تزيدوا اللوز، مهرماش، الكاشيو، قرقاع. كنظن غادي تجي وصفه قنبله للصحه ديال الشوك ديالكم. المهم هادو كانوا فقط الاقتراحات اللي وصلوني من عندكم، كنشكركم مره اخرى وما تنساوش تخليو ليا وصفات اخرى اللي نقدروا اختي نعاونوا باش تبقى عندنا صحه جيده. وصلوا معكم يا بنات وانا في اتم الاستعداد. مهم لبست جليبة شانيل ديالي هكا في البلو مارين، شوفوا كيفاش جات، جاتني صراحه زويونه، واختاريت معها بيان سور درت كلشي في لون المرمى، الساك صنداله كلشي. مهم الساك الزيت هذا، هذا شحال كيحمقني، اول حاجه كيوت صغير وتبارك الله كيهز ما تحكروش كيهز لي كلشي داكشي اللي غادي يخصني، وفي رجلي هكا ما بغيتش نختار شي حاجه هكا لي عاليه، فاختاريت هاد الصنيديله هادي حتى هي كريمي في سميتو نفعاتني صراحه. كنت خديتها دابا تقريبا خديتها شهر 4، وهذه يمكن هي ثالث لبسه ليها، زوينه صراحه صدقات فينا وصافي. والاكسسوارات المهم هنايا البراسلي ديالي، الساعه، داكشي بلاتي نوريكم الماكياج، درت هكا شويه الروتوشات خفافي، المهم ما عرفتش كيبان ولا ما كيبانش، المهم ماشي شي ماكياج لي اوفر اوفر وصافي. ونمشيو نهبطوا ان شاء الله صنيديرتنا ونلبسوا باش نمشيو ندوزوا ان شاء الله هاد السهره مع بعضياتنا. وقفت هنايا نوكلوا اختي الطوموبيل ضروري نوكلوا الطوموبيل، ايوا عاد نتوكلوا على الله. ها انتم دابا عرفتي دابا فاش خرجت عاد بان الماكياج صراحه جميل، وبغيتكم تشوفوا تبارك الله ما شاء الله واحد الشتيوة عرفتي، خرجت كنجري تبارك الله، الشتا 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 كثيره خيط من السما. ايوا نتوما في البلاد اللي فيها نتوما كاين شي شتيوات شي اجواء هكا. المهم حنايا سبحان الله العظيم جونا ما يمكنش انك تركزي معاه بزاف، كما كنقول لكم خصوصا في هاد لابيريود صهد برد ريح شتا هكا، كندا هي هادي. مي الحمد لله عليها تبارك الله، راه تاهي كتجي كتنقي الجو كتصفيه وتا الارض كتنتعش. المهم انا واخا صراحه فاش كتغمم هكا الدعوه كتجيني شويه قاصحه، ما عاد كتولي الدار كحله ما كتبقاش داخله هذيك الشمس، السما صافي ما كيبقى لا ديك الاشعه الزوينين لا سماء صافيه لا والو. وكاين بيان سور كما نقولوا كله سبحان الله، وشنو فاش كيرتاح، كاين اللي كيقول لك هذا الجو هذا عاد كذا كتفرح فيه وكتنشط فيه وكيطلع عليها المورال سبحان الله العظيم. هنا اختكم ابتسام، وكانت هذه هي المعركة ديالي في هذا اليوم.
غادي ندوزو ان شاء الله نبداو الصواري. انتم الاجواء سمعوا الاندلسي راه خدام الملحون الاندلسي. خوالي المنصه نوريكم تبارك الله التاويل داكشي المغربي دائما حاضر. الذهوبات الذهوبات كيتشيروا عندنا في هاد الطبل. ها شحال هنا من مليون البنات تس 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 الله 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 صافي اللي عندها شي ذهب تجمعوا هادو دوك ديال المنازل. عرفتي فاش ما كيكون عندك ما دير كتكون الموسيقى وقفات كنقلبوا على باش نتلاهاو. I'm gonna make it.
بوبولار هنايا، ربما ما عرفتش المغرب واش ولاو كثارين ولا لا، اللي هما لي فواتور الكتريك. شوف كتلقاو لي شارجور ديالهم باغتو، يعني كتلقاو بعض المرات يعني هكا في البلازات في لي مول هكا في الشوارع الكبار، كلشي كتلقاو الطوموبيلات جالسين كيتشارجو. واحد الله هادي قلت لها دابا ايولو بحال التليفونات، فاش التليفون ملي كيديشارجا لك كتولي خاصك تشارجي وتبقى جالسه كتسني حداه، ولا مشات ما لقيتيش فين تشارجي مشكله. راه لا ميم شوز دابا قال لك يعني في كندا مدعمينها، يعني هاد المساله هادي مدعمه من طرف الدوله الكنديه باش الناس يوليو يتشجعوا اكثر، يعني كيساهموا كندا ما عرفتش كيساهموا شي 7000 ولا 8000 دولار الناس اللي باغين ياخذوا هاد لي فواتور هادو. قال لك لان من هنا ل 2030 بغاو زعما نص الشعب الكندي واللي عنده طوموبيلات الكتريك زعما على ود البيئه وهذا وهذا، حتى راكم عارفين دابا الثمن ديال ليسونس والغاز غادي كيطلع. ايوا قلت لها ما عرفت دابا منين توصل نوبتنا في الطوموبيلات الكتريك، ما عرفتش اش من وحله غادي نوحله. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. لهلا اختك السي عبد الكريم، اول حاجه غنشيروا ليها قبل ما نهضروا في حتى شي تفاصيل هو ان الاستشاره مجانيه فابور غراتويت. عارف خصكم تعيطوا لي على بوس باش نعطيكم الرونديفو ان شاء الله، سواء سور تيمز سواء بريزونسيال في البيرو، وان شاء الله استشارات فابور. المهم اللي باغي داكشي اللي باغي يجي يزورو في المكتب ديالو راه عنده في يعني هنايا في لافال وعنده حتى في موريال. سينو الا كنتو بعاد وباغي استشارات كما كنقول لك يعني كيعطيكم وقت اللي يقدر يجاوبكم فيه على كاع الاسئله فيما يتعلق يعني عده فينانس اللي عندها رابور فينانس بالنسبه للزاسيورونس بالنسبه لي بلاسمون بالنسبه لا روتريت بالنسبه. المهم حنا نهضروا شويه في التفاصيل على كل شيء مع سي عبد الكريم، وشكرا مره اخرى دائما كنقول لك على جميع المعلومات اللي كتفيدنا بها لا حنا لا الجاليه المغاربيه كلها. يعني مرحبا بالجميع معاه، ديما كنقول مرحبا بالجميع. عار كيما سور رونديفو عيطوا ليا ونعطيكم البلاجوري اللي كتناسبكم وكتناسبني، وهذيك الساعه كيما قلت كاع لي كيستيون ديالكم وجدهم فرقه كلهم نجاوب عليهم، كلهم عندهم الاجوبه ديالهم. لا بيريود ديال الوليدات لي ستوديون اللي كيجيو دابا في هاد لا بيريود، شنو باش كتنصحهم اول حاجه فيما يخص التامين الصحي لا قدر الله وقعت لهم شي حاجه هنا؟ نورمالمون كاين هذيك لاسيورونس، كاين لاسيورونس ايتيديون اللي هي كتناسب كاع لي ستوديون اترونجي، وبالنسبه كتناسبهم في العام كله كاع المسائل لي زورجونس ديالهم تيكونوا مهنين عليها. وكاينه قضيه لي بارون يقدروا يخلصوها من المغرب، يقدروا يخلصوها من المغرب كيجي الولد النهار الاول هو اسوري بور لا 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 ديوري دي زيتود ديالو. يعني الوالدين اللي هازين الهم لوليداتهم لا قدر، حنا ما بغيو حتى شي حاجه تضرهم، ولكن الحياه هي هذه، يعني كيخرجوا لنا شي حوايج ما كنكونوش متوقعينهم. الوغ التامين الصحي لان ما كتكونش عندهم تغطيه صحيه هنا في كندا ملي كيجيو، ما عليكم الا ديروا ليهم هذه المساله باش كتكونوا مهنيين بعدا عليهم من هذه الناحيه. وبالنسبه للناس اللي على برا نقدر ندير معاهم سير تيمز باش نوضح لهم كل شيء. اييه. حتى هما نعطيهم الحق ديالهم ساعه جراتويت اللي نوضح لهم كاع المسائل اللي كيها رابور بك ان شاء الله. ومن لي زيتيون ندوزو نيت لي بارون اللي باغيين يجيبوا والديهم يعني كبار في السن ولا عندهم مثلا امراض مزمنه ولا شي حاجه باش يتهناو عليهم حتى هما. اشنو كتنصحهم؟ الحمد لله الناس بداو كيوعوا هذه القضيه هذه. اللي كيجيب لي بارون ديالو في العوض ما يبقى مخلوع من لي زيرجونس ولا شي حاجه كيشري هذيك لاسيورونس كيتهنى الوالد ديالو ولا الوالده ديالو ولا شي واحد من العائله ديالو تيوقع ليه شي مشكل وشي حاجه ما كيتسناش كيديه تو تسويت لي زيرجونس. اييه. تيكون تيقضي المهم ما كيبقاش ديك القضيه ديال الخلعه لا غير خصوصا اللي والديهم كبار ولا كيكون عنده لا بروتيكسيون ديالو تو تسويت. وبالنسبه لي فيزيتور حتى هما لي فيزيتور اللي كيجيو لهنايا. اييه. يقدروا يشريوها من البلاد ديالهم. اييه. يشريوها هنايا. وكتكون لا بروتيكسيون هنا في البلاد على حسب لو سيجور ديالهم. مزيانه حتى هذه فكره زوينه. وغادي ندوزو دابا مباشره الناس اللي ناويين ان شاء الله يشريو الدار ولا ديجا شراو الدار، وكنهضروا دائما في هذا الموضوع يعني على لي كوبل وداك الشيء. شنو مثلا توضح لهم اكثر في هذا هذه سي ناسيونس ايبوتيكير ولا اسيونس في. الله يستر الا وقع شي حاجه ام الوليدات ما كيخرجوش للزنقه كيما باغ اكزومبل الدار شحال من عام وانت كتخلص عليها ويقدر لا بانك تجي تاخذها لك الا ما خلصتيش 3 موا. يعني 3 موا ما تبقاش تعقل عليك البنكه. أيه. يدخلوا معك في مشاكل باغ كونتر. أيه. تكون عندك هاد لاسيونس كتمشي كتشري بها الدار كلها استين بروتيكسيون. اكزاكتومون. وكما قلتي حتى على يعني مستقبل الوليدات كيكونوا في دارهم ستابل وهذا حتى كتلقاو راسهم في حوايج اخرين اللي كتبها. الوغ هذه حتى هي ان شاء الله اللي بغيتوا تفاصيل اكثر تواصلوا مع السي عبد الكريم. الناس هو نوضح للناس. اييه. وسميتو حنا كنسميو لو دوي فينونسي كنحيدو عليك. اييه. كتولي الله يسر. المهم على حساب لا سيباراسيون ما ساهلاش
انسان ميتي توفى لك ولا شي حاجه كدوخ ويتزيد عاوتاني يحيدوا لك الدار كتولي عندك مشاكل كبيره. الله يستر. اللهم اوم تخفف على راسك تبقى في دارك وتعيش اللحظه ديالك. الله يستر. الله يستر. اكزاكتومون. وواحد القانون اللي خرجاته يعني الدوله الكنديه واللي هو السيلياب ياك. هذاك لو سيليا بالنسبه للناس اللي باغي يشريو الديور ديالهم في المستقبل باش يكون كيكون كاري ولا شي حاجه الا لو دروا دوفرير ان سيليا. اييه. هذاك لو سيليا ابتي بحال اللي كيوجد بحال كونت ولا سي ان كونت. سي ان كونت. اييه. اللي كتقدر تخدم به كوم ريير وفي ميم طون كتجمع فيه واحد حتى الربع. المهم حتى من بعد نعطيكم لي ديتاي. كتجمع فيه الفلوس باش تشري به الدار الاولانيه. ما كاين ديك الفهمتوليا نوضح لكم بوكو بلوس. فهمت يعني ماشي خاصو يكون ديجا شارين قبل انما يكونوا اول مره غادي يشريو دار. كيكون عندهم بحال اللي هذه كتسمى بحال المساعده ولا المساعده ديال الدوله اللي كتخفف عليك بزاف تاع لي طاكس. اييه. المهم وعندك لو دروا بالنسبه للراجل والمراه بلوس دو ديتاي عيطوا لي لان خصها وقت كبيره و سي دو كاباركا كل واحد عنده المسائل. بصح كل من كيما كنقولوا مع انتصار غراجبي واحد اون اور وجد كاع لي كيسيون ديالك ولا ان شاء الله. ونختموها بلا روتريت حتى هي لا روتريت نهضروا عليها شويه. الناس اللي يعني باغيين كيكونوا خدامين ديال راسهم ولا دي ترافايور اوتونوم وباغيين هكا لا روتريت ان شاء الله. العمر كيجري ياك. الحمد لله جينا كبار لهاد البلاد. اييه. المخير في ذا جا على 22 ولا 23 سينون بلو. بصح على 30. اييه. اذا ما عندناش اون بون روتريت. انا باش نقول لكم ولادي ديال لهم لا روتريت دابا هو انا دايره كلشي بصح انا براسي درت شحال هذه مساعد ديال الوليدات ليهم هما اللي عنده 18 عام ولا 19 عام كيقدر يخلي واحد سيرتان مونطو اللي خفيف ولكن راه او ميم طون هو كبير ملي كيكبر كيكبر بصح يلا غادي ندوزو للاناقه المغربيه. اول حاجه مرحبا بكم معايا في لاباج انتصار بوتيك واللي هي اللي كناخذ منها لي كوموند واللي كنصيفط تقريبا معظم الدول عندك كندا كامله امريكا ومعظم الدول الاوروبيه. مرحبا بكم. وحتى اللي ما شريت نزاه المهم دائما تبعوا معايا الجديد في لاباج انتصار بوان بوتيك. راه تقدروا غير تكتبوها في انستغرام او كنخلي لكم حتى لو ليان في اول تعليق. مرحبا بكم كاملين. غادي ندوزو دابا لهذا الموديل الانيق. شوفوا تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كيفاش مخدوم. شوفوا ليا غير الدريس كيفاش مصمق. شوفوا هنايا الكميمات كيفاش دايرين. المرمه كلها هكا كلها باليد. والثوب دائما كنخدموا في المخير ديال كريب دو سوا. وتبارك الله ما شاء الله على اللون الثاني. شوفوا ليا البيج او البلون كاسي ديالها كيفاش داير كيحمق. شوفوا ليا كيفاش مخدومه غزاله. شوفوا المرمه ما شاء الله. وكاين حتى الكولور الثالثه مهم ان شاء الله. مهم بزاف كيبغيوها في كاين اللي في موطار كاين اللي كيبغي في كرونه وداك الشيء. مهم انايا هاد الساعه قدرت نوجد ستوك الحالي في ثلاثه الالوان واللي هو البيج الاسود والغنيه عن تعريف واللي هو البلو ماري. شوفوا تبارك الله البلو ماري كيفاش دايره واعره. شوفوا لي الخدمه. ومستمرين في الموديلات البلون كاسي لان بزاف كيطلبوهم في هاد لا سيزون كاين اللي غاديين في هاد الشهور الجايين للعمره. دوري انا كنقول لكم عمره مباركه مقبوله الله يتقبلها منكم والله يسهل عليكم ان شاء الله كل شيء. هاد الخطوات هادو واللي شهوتهم وقلبهم فيها يا ربي تفرحكم شي عمره عما قريب. المهم غادي ندوزو دابا هنايا الجلباب. كاين اللي كيبغي سامبل كاين اللي كيبغيو هكا شي حاجه تكون خفيفه طريزه خفيفه وماشي دائما العمره راه هي البياض ولا شي حاجه. كاين البيض كاين البلون كاسي كاين اللي كيديروا بالشيبي يعني هكا لوينات خفاف تكون هكا شي لون اللي كما نقولوا فلاشي وصافي. وكاين اللي كيفضل يمشي مع الالوان الغامقه يعني كاين اللي كيديروا عمرات بالنوار بلو مارين. المهم كل لون اختيار وحنا كمغاربه تعرفنا انه دائما كنميلوا لهاد الالوان هادو. المهم شوفوا ليا هاد الموديل هذا شحال كيحمق. شوفوا ليا الطريزه ديالو شحال غزاله. توب غزال بارد الكريب دو سواغيي. واكيد دخلت لكم في هاد الطريزه هكا لوينات فني. شوفوا لي عاوتاني هاد لا كولور شحال زويونه. شوفوا كي دايره فنه لوين غزال. كاين عاوتاني هاد لا كولور. شوفوا لي هاد الجمال عاوتاني هكا جات بهاد سميتو بحال القصيبي مع الموف جات زوينه. الكميمات كما العاده كيجيو هكا مطروزين كاملين وتويب غزال. ومهم زويونين فني ولكن ما نسيت حتى اللي كيبغيو غير سامبل يعني كاين اللي ما زيد عليها لا طرز لا زواق لا الوان كتقول لي انت صافي بغيت انا شي حاجه سامبل. ها نتوما حتى صحاب السامبل راه ما نسيتكمش. ها نتوما نفس الموديل نفس كل شيء غير هادو كيجي يعني خفيف ما فيه لا زواق لا حتى شي حاجه
غير عقيدات وفتيحات هكا خفافين في الجناب. ونفس الموديل ديال الجلابه البلون كاسي اللي في الكريب دو سواري دخلت لكم حتى النوار. النوار شحال هذه كنت جبت لكم النوار، كنت دخلت لكم صراحه بزاف اللوينات في هذا الموديل. كيبقى هكا اللي كيبغيو هكا اللون في اللون، خدمه جلابه ما يكون فيها لا زواق لا حتى شي حاجه. المهم راه كاينه في البلون كاسي وفي النوار. عقلتوا على هذا الموديل باش نختموها به. المهم هذا الموديل هذا كنت دخلته لكم تقريبا هذه شي شهر ولا شهر ونص، وكان عجب البنات هكا خفيف ظريف زويوان ديال كاع الاوقات، واللي هو حتى هو مخدوم في كريب دو سوا. شوفوا ليا هكا كيجيو فيه هاد العريشات خفافين الضريس ما شاء الله زوين، لا في الكميمات لا في القب وزعما في الكول وهكا في الكري. المهم ما عجب عليكم الكري، كنت عاود دخلت لكم نفس الالوان اللي كان عليهم صراحه طلبه نوريهم لكم ان شاء الله بالبوتين البلو واد. عاود دخلت لكم النوار هذيك المره ما كنتش دخلت لكم النوار، دخلت لكم البياض، كاينين الوان اخرى. المهم هادو في الغالب دخلتهم لكم في ستوندار. وهادشي اللي كاين. دوز دابا يلا نجمع الدروينه هذه مخلفات ديال التصوير، شي مروينه شي مروينه.